انضم إلينا عبر الهاتف المنسق العام لمنظمة أم القرى عبد القادر محمد للحديث عن هذا الملف. أهلا بكم دكتور. حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا. دكتور، ما تفاصيل الحملة الأخيرة التي قمتم بها في مخيم بزيبز بعمرية الفلوجة؟ نعم، في الحقيقة هذه الحملة الأخيرة كانت على مرحلتين في منطقتين مختلفتين. المرحلة أو المنطقة الأولى كانت في عملية الفلوجة في منطقة بزيبز، والتي تضم مخيم النازحين، عائلات النازحة من جرف الصخر، وفيها أكثر من 400 عائلة موجودة، وتم توزيع السلات الغذائية على هذه العائلات الموجودة في ضمن هذا المخيم. والمنطقة الثانية كانت في نفس اليوم أيضا في منطقة الحبانية في دور مجمع دور واطئة الكلفة، حيث يضم هذا المجمع تقريبا 250 عائلة نازحة أيضا من عائلات جرف الصخر النازحة في هذه المنطقة، وبما يشكل مجموع 650 عائلة تم توزيع السلات الغذائية على هذه العائلات ضمن الحملات المستمرة التي تنظمها المنظمة في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية لهذه العائلات في هذه الفترة. دكتور، كيف يمكن تقييم أوضاع النازحين في هذا المخيم، مخيم بزيبز، أو حتى في المجمع اللذين وزعتم فيهما مساعدات، خاصة إذا علمنا أن حكومة الكاظمي الحالية تسعى لإغلاق آخر المخيمات في العراق؟ في الحقيقة يعني نسمع كثيرا عن هذه التقارير، تتحدث عن إنهاء وجود هذه العائلات في هذه المخيمات النزوح، ولكن موجودة، يعني هذه العائلات موجودة ولم تفلح كل هذه المحاولات، ولا سيما عائلات جرف الصخر إذ باتت قضيتهم عصية على الحل للأسف، يعني منذ أكثر من يعني ما يقارب 8 سنوات ولم يحل موضوع او يحسن موضوع العائلات النازحه وكل المسائل التي او المناشدات التي يطلقونها هؤلاء بالعوده الى مناطقهم. فمعاناتهم مستمره منذ ما يزيد على 8 سنوات، وهذا بالاضافه الى وجود قصور شديد في تقديم المساعدات لهم من الجهات المعنيه الحكوميه او وزارة الهجرة في تقديم المساعدة الغذائية. حسب شهاداتهم التي استمعنا إليهم يعني لا يوجد تقديم المواد الغذائية أو حصة تمويلية حال غيرهم من العراقيين، فيعانون من نقص شديد في المواد الغذائية، في مواد تدفئة في فصل الشتاء، في تقديم ما يحتاجونه من ألبسة وأغطية، باعتبار كثير منهم يسكن في هذه الخيام في هذه المخيمات، وبالتالي معاناتهم مستمرة ولم تفلح أي محاولة لإعادتهم هؤلاء من أكثر المتضررين من النازحين هؤلاء في هذه المنطقة في حارة الأنباء في عملية الفلوجة وفي الحبانية من عائلات جرف الصخر الذين لم يتمكنوا لحد الآن من العودة إلى مناطقهم، ودائما هو مطلبهم الرئيس الوحيد هو إعادتهم إلى مناطقهم في مناطقهم في التي كانوا في منطقة جبل الصخر، أقصد في التي كانوا يعتاشون عليها، مناطق زراعية وبيوتهم. لذلك هم يعني مهما تقدم منظمات لهم مساعدات تبقى حاجتهم كبيرة، وهم يعني بحاجة إلى المزيد من هذا الدعم. في ظل هذه الحاجة الملحة وفي ظل دعمكم المستمر للنازحين، ما هي مشاريعكم المستقبلية حول حملات مماثلة؟ لدينا مشاريع إن شاء الله سنقوم بتنفيذها. لدينا يعني تأسيس لمدرسة متنقلة من كرفانات عندنا، سنقوم بتنصيبها إن شاء الله خلال الأسبوع القادم،
أيضا لقرية فيها كثير من هؤلاء من هذه العائلات النازحة، من أجل أن ينتظم أبناء هذه العائلات في مدرسة ابتدائية إن شاء الله، وإضافة إلى حملات تقديم مساعدات إغاثية، مواد غذائية ومنح مالية في قابل الأيام إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم دكتور عبد القادر محمد، المنسق العام لمنظمة يوم القرى، حدثنا عبر الهاتف.